ماشي غادي ما تشقش ما تشقش مغادي جملنا تجملنا انا مشوم اليوم الواحد قمت تيحوا لي رقه صاير وين ماشي شكون الصباح وربي ربي قدر الخير عرفتني ملي لقيتك انت اللي عرفت نهار مشوم ربي قدر الخير نهار مشوم تفرح الزغرت انت الزغرت اش بيك تعيط ها 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 اش بيك اقعد اش بيك قاعده وقت قاعده هنا انت ماشي يا ودي في مصلحتك في مصلحتك يا ودي ماشي يا ربي اقعد يا ربي قلت اه يا ربي وش مراني مزروب 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 انا عمر لازم مزروب اللي كان جد الدنيا ديري تبوسي من جبهتي وتبوسي من يدي والله وتفرح بيه زاد يا العرب اقسم بالله نعرفها راي العرب قد ما تجري في حدودهم وقد ما تعمل ديما الكلمه مشو انت كان جيت حاضر امس هنيه وجي سي الشيف والمهندس راك تبوسي في يدي تو والله ذليت على خاطرك خاطرنا يا سي جيلاني راهو استاذ زوالي راهو صحيح كان هامل راهو ما يسوى حتى فرنك راهو ما خدمش راهو يحب يعمل عائله راهو نحس اللي تياب هاو معانا في الجامعه في الطراويه وليه نحاول فيها انا نمشو ومن الاخر تقول لي احمد ربي قد لك خدمه وقال لي خلي يجي يقعد يخدم من 6 ل 6 تاع الصباح لا مش نخدم نعس هي تعس معايا هنا لا 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 مش نخدم شنو مش نخدم ها يا عجيش هذا قلت لك مش نخدم حاجه كما انا ولا مس تحاول فيه ومش تبوس لي في رجلي وخوي وخوك قعد بطال وهكا اه وفي الجامعه نهار كل شاد لي جنبي اش بيك تسمى السار بطل دبر عليا عامل عمده لا اللي مقابلني راي اخر وها ان شاء الله ربي يسهل لي شلقه اه لقيت ماليه اه شعينو نيراني الصباح عينو اه كنفز من النوم اي عندي دعوه ديما نقولها ايش تقول نقول ورب يحني بعد علينا نهيق الحمار ووجه النقار هاني هي هي وقابلتك الصباح وربي يقدر الخير والله ربي يقدر يعطيك عزية على عمرك يعطيك عزية كي قعدت تضحك ما بين ندادك كلف الراجل وعلى الخدمة وكذا ومش عاملك شهرية بها مشني خادم يا سيدي دبر عليا مشني خادم اسمع يا سيدك من عجيل جيت عايد جيت عايد جيت عايد ايوه انت ذكرش اقسم بالله الحكاية هذه ما تطلع فيها كان طفلة ماني نعرفك انت عاد نوي تعال تموت على حي لنثى تو يدومولك تو يدومولك ها شنو قال ب 27 مش تعمل خطبة زادة خط خط هذاك شناقصني معني هني تو هاك معني ما شن هاك بقفت تو تبني هاجم البلاد ماشي تحرق انت شحرقش عيرك انت معني هم مريض ما طبراش خلاص لازم تعرف العله وبنت العله شكون مشى شكون جا شكون دخل شكون خرج لازم تعرفهم كل مع بعضهم انت انا رمشوب رانا عايشه انا رمشوب رانا مع بعضنا في القهوه في السرقه مع بعضنا الدجاجات اللي دخلتك شلبيه كلها ريناها مع بعضنا يا اخي مش انا نكر عشره للدرجه هذه منين عشرني حالك منين عشرك انت منين عشرك انت والله لا تصفاها يا عجيج وراس النبي محمد لا تصفاها تقعد عمرك كامل هكا تحت السفر ومن ترجع لكلامي ايوه من فضلك سي عجيج ناتورا عندي مشروع ودنيا ولتك تطيح لك ضر ومنا نحي خلاص خلاص ايش عندك ايش عندك مشروع عملت مشروع هكا يقولوا له مشروع شنو هالمشروع حلت كوسك على الكيس يعطيك عزيز في راسك يا عجيج يعطيك عزيز في راسك شنو مشروع تهز في القفه معناها هذا دبك اللي نعرفوك في الدوار كل تهز في القفه تولي تهز فيها على جهر بهار ها تو تتكومك معناها وكوسك على الكيس ونهز في القفه نعم نهز في القفه سيدي انت عندك فلوس باش تعمل مشروع عملت مشروع انت البارح بارك واخذ مني اربع سواقر اللي جير اليوم باش تحل مشروع هذه ضربه نتاع سرقه السارق زعم حتى في رمضان باقي تعوق يا ودي ذكروا هدي اليوم الاسبوع يقولوا عولقك ربي كما عوقتنا لاح السرقه يا ربي تو سارق 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 دوار بالدوار شو ما تسرق اش فيه ما تسرق الدوار هذا قول اش فيه ما تسرق بالحليل نعملت مشروع بالحليل الحمد لله هاو كان نبر عليه عندك راس مال دبرت راس عملت راس ماء وتو تشوف جمعه اخرى انا لو عزوز خدامه معايا باش يعاونوني خدمه باي باي هي عاد ما قلت ليش شنو هالمشروع استيراد وتصدير ولا تصدير برك والله عجل والله ضحكتني اسمعني هاو نبع علي تكومي كظاهري ما نحبوش خلاص انا ماشي لبيرو الشغل تو مش نكلمهم يدبروا لي زوز خدام هاك شهاد العليا البطاله الشغل زاده اي وشهاد عليا اي ما هم قالوا لي خلصوا الشطر وانا نخلص الشطر اباي 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 مالا سي عجاج هذا اما حتى هي الخبازه كي تلقى الغبار تمشي زاده اش معناها الخبازه والغبار مالا شنو شنو هيك بحجره مشروع شنو مشروع شنو في هالبلاد تمام مشروع يمشي في هالبلاد ناي راني معاهد ربي قلت له ما نقول حتى حد سر بيني وبينه بيناتنا هنا اسرار اولا نشجعك تني شفت لك خدمه ونكلم في الراجل ونكسر في وجهي شنو المشروع مش نقول لك ما تقول حتى حد هاي. دوار بيته بايك علي هاي. ماني مشيتك يا جماعه الفاتك الموسم تاع عيد بنت خالتي اي نقى جماعي كيلو في كياس ومن هبطنا من النقل الجامعي الكياس هذاك اللي ما بين دور بدور هذاك مشي كيسو بدك شنو حتى انت يا اخي اول مره كيلو تشبك بمزتك تشبك بمزتك يا
ياودي خلينا نكلم. المرة اللي فاتت قدامي جاو كايلوه وكتبوا فيها بالاحمر وحطوا المتراج وحطوا البكيات ما رجعوش لتو. لا ما هو هذوما جماعة قالك جو وقت ايمة الثورة وداخل بعض البلاد. جو جماعة هكا نتاع الجابون منا ومنا وصوروا وندرشينه وكذا وسخفوا على العباد. حاسين وقالك صبوا ظهري فلوس للدولة هنا. صابون برشا فلوس ما مديم صابون عجاج حق تاع ربي ني حكايه الكيات هذه ما عادش نصدق هذا التجهيز ما عنديش فيها ثقه وهذا عهد قلت لك الراجل هذا يبو كرافات هذا وكرش وديز هذاك مديم مسؤول هو هذاك وقت سهلت وني قلت له راني شنو معطلين ومسكرين كياس وكيفاش تاون قال لي لا لا مش نعملوا كياس جديد قال لي باذن الله هذايا تو ظل صب الزيت والحس تو معناتها في الدوار وما نعرفش بكياس باش يعملوه جديد هذا حديث فما حاجه تتعدى على ينيق لا لا ولا تتعداك ولا تريقد وترقد من المغرب وما عادش امورك مش هنا خلاص هذه الحكايه ما نثبت بها بروح خلاص الجيلاني تاع المعتمدي اه يا نار تو الكياس مش يتم وهذاك علاش وظهر لي اليوم تو يقول لك يعني الحكايه نعرف هذا الكياس بلاش باش يعملوا لك كياس اخي ممكن المره اللي فاتت المطار يكون كسار وطرف تربو يخلوا هكاك ويمشوا ومعناتها يتلبدوا لنا بالطين هذو ناس مدخلني فيهم ان شاء الله حتى يعملوه حفر حفر نار وكيس هذا دخل انت ما يهمنيش خلاص بالله لحظه نثبت في الحكايه دي ماشي طبعا مخ يعمل مشروع ديما باغضني راني نعرف اي باغ حرام باغضني الو وينك اخوي شنو حوالك والله لاباس الحمد لله بالله حبيت نسهل الله يخليك يرحم والديك اي تعدى قبل حلال فتره الدبوزه زيت زيتون حبيت نسهل عليك هذاك البيست الحربي اي البيست العربي هذاك تاع قرعه طبيك علي اي بلي هذاك اخي مش كيسو ما مجاو كيلو ومشاو اه ابي قلت عملوا اب الضفر ولا شنو عملوا اب الضفر اش معناه قلت لك الشركه دخلت عليه قلت لك هي نسمع فيك ان شاء الله ربي يسهل خويا اني مصلحه عام ان شاء الله كيسو ولا حتى هنا تهرنا كان زايله واحله في الطين كان عبد واحد في الطين الحمد لله يا رب اه صبرنا ونلنا كياس ان شاء الله يخدموا عاد بالقدير هي بداوا فيهم ولا مازالوا صيهبتوا النقصات نتاعها ان شاء الله ربي يسهل عايشك الله ربي يسهل عايشك هاي شكون طلع امبوشي يا سيدي والله العظيم المره هذه شكبت علي هذا حريتك هنا سنتة وقطعي وما مسيب حتى شيء وني حاقرك نقول عجاج زكمه بكمه ما يفهم منها حتى شيء تنام شي تقول طالب زوج خدامك تقول لي انت زوج خدامك ما فهمت تقول شي المقاول كلمك باش تخدم معاهم غير لا مال الشيف ناداك لا باش ياخذوا ما عندك المية لا باش يهز التربه من السينه نتاعك راني نايم كنا انا واحد مسطك كيف كنت راني ساعات كنفسر وننذب نقول نضيع في وقتي ناكل عاطي ايش باش تعمل فهم قعدت راني وهذا كياس باش الكياس هو انت ايش باش تعمل عندك الزفت انت يعني. عندك التركسات عندك الكواميل لا 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 لا, لا. مال. ماني عاد انا قعدت عملت كومباسي وجبت الورقه وستيل وقلت نعمل خطه اي عجب خطه ليه رهيب خطه بتعمل خطه تحاصر العدو يا رهيب تاع شنو خطه تاع شنو هاسمع اي برا تو هما كيجوا يعملوا كياس هنا اي اقل كياس قداش يقعدوا فيه باش يكملوا هم ديما يحطوا مده الاشغال 8 شهور يضربوا فيها عامي صح عامين ثلاثة سنين ساعة ساعة يقعد حتى ستة سنين كياس بيعاقب ايه كلام صحيح وشكون يخدم في الكياس هذاك؟ شكون يخدم؟ العباد تخدم خدامة خدامة وش وفرة ومهندسية ورجالة تعبي ورجالة تفرغ وناس ماشية جاية قلت نمشي نعمل حداهم مشروع باش نعمل عش وهاني مشيت تسلفت مع عند ولد خالتي طرف فلوس خذيت حكة تن ب 60,000 60,000 وخذيت زوز بطوات عظام ب 30,000 بايت نصمت في العظام من الصباح وخذت القبليات والتاي والدني مول يطلع منك مش نعمل له ستوره بحذاهم ونجيب زوز خدامه نولي نركز الشاشه ونحط رجل على رجل وهم يسربوا في الكاسكروتات في التاي في المروب في البن على بعضه والله العظيم وطلعت سنقره 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 وني نقول هلا وحيد الزوالي لابد وانت مشروع ورعات حلها ربي في وجهك هاي خلينا نمشي عاده تو مش نركح الامور ماني قلت لك عاد عامين الواحد ما يذاعش منهم نهار تو راني خدمه خدمه شوي هات وتمشي لا خويا مازال خلينا نشارك وكذا ما تحب الشركه ما تنساش نخدم على الاقل نجيب لك الخبز انت راك صاحبي وخويا اما خويا الشركه ما فيها بركه وولد عمي راني نكون مدخل معاك في موضوع انت راني يطلع خاسر طول هذه المره هذه مش عملوه الكياس والامور واضحه عليه بلا حرام اللي حكيت لك وندمت قلت لك اللي حكيت لك وندمت بشوي بشوي اوه بومناجل بومناجل جا الله عليكم الله عايش ها شنو هلا بومناجل هاكم ديما تتناقروا والله يا عجيش السلعه هذه لها تعربه فيك ولها تاع حوانك هذه سلعه جايه من برا مو شنوه
يا رقار يا رقار هذوم لما دوهم لجبطنا يرحم والديهم كانوا ماشيين طوب جبطنا ما دوهم له وي ما دوهم له اللي يعجبني فيا صريح ياس والله اسمع ما تبداش شنو معناتها انا نسرق لا لا حشاك لا حشاك حشاك قلت لك صريح وتمشي قد قد انت ما عندك حكايات هيك وما دوهم ما نحيت ما دوهم له ما دوهم اي وانت تهمم ونقصد ربي ان شاء الله لاني والله هاني تو كنت في الشانطي غادي وهاني الكياس هذاك الكياس قرعة تبيك عليه الناس كل ولا تمشي غادي هتقطع المشروع ظهر عيطوا له لا 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 اللبسه نتاعهم مش تخدم فيه انت إيه اسمع بالله بجاه ربي اسمعني حتى سامحني قصت على حديثك هاني بحذاك راني ولا ما نحكش انا تو تقع مش نعمل ريستوران اليوم حاجتك بعياري خذ من ولد بلادك خذ من ولد بلادك هو عبجي وجيبهم لك الخدام وخذ العاده نعرفك انت قابس خايب خلاص واعطيك كسكرت بليك باللي يحط فيك عبتين عظام لا لا والله مش نبغض واحد ماني عارف ما بدي عليك يا نقار يا نقار يا عجيش مش تعمل عشة ومش تعطيني كسكرت بلاش ومش نجيب لك الخدام وانا خدامه مش نجيبهم لك ماكم تاع الكياس هذوكم يا راحت لمدهم لك كل لمدهم له جيبهم لك يا نقار الكياس مشي على روح بطلوا ملو يا ودي كملوا خدموه الكياس تو الكراه بتجري 170 كيفاش خدموه كيفاش خدموه جنني هذا تو مطتك والله مطتك تو كنت تكلف المعتمديه انا غاديك وقالوا لي ثي هبوا الابو الدوفر ولا شنو باش يبدوا بيه كيفاش خدموه يا نقار خمسه جيبوا القش يحطوه هذا واحد بلعوط راه بالحق راه واحد بلعوط يا نقار كيفك يا نقار يا نقار اسمعني يذكرك رب انا راني كنت نخدم غادي وتعرفني نخدم غادي ها اش شنو راك قلت لك توا تخدم ولا بتلها حتى جببنا حتى جببنا ها مطو وصلتهم للطياره واعطوني الكسوه هذه وقالوا لي ان شاء الله نكون مشروع مش في القهوه او لامس مش في القهوه ولامس مش في القهوه انت يا ودي واش خدمك يا ودي كملوا ثلاث ايام قعدوا فيه الجبب شنو ثلاث ايام شنو جابوا حاضره يا ودي ثلاث ايام مسحوه مسحان قلت لك الكلاب تجري فيه 170 تقول لي يا حديث هاك مجبدين عينيهم هذاكم هم وكملوها كملوا وهاني تو ركبتهم في الطياره وقالوا لي اعطوني الكسوه وقالوا لي بابا ها قداش هذوك ثلاث ايام اعطوني خويا حسبتهم لقاهم 600000 بوي بوي وماش تعمل مشروع مال يا سعجان هاك ملك يا ياسا من سنين هنا مروح والناس تجري فوق منه ها بالحرام قلت لك نعرفهم حتى كجبطنا ديما حاطين العساف العاجله جبطنا طبعاً فيك انت من مخك المسطك خاطر ما انت جاي تخدم هني هاني كلمت عليك في التونيت ايوه هذا مش نعمل فيهم توني هذا واش تعمل طيشهم واش تعمل بيهم؟ خاطر نطيشهم مسلف قريب 120000 ما عند احمد ولد خالتي ها خويا كان تحبني ما مريتش في الخسار توني جيرين وخير هات نعطيك يا خويا 50000 هاودي حقت التن بارك 60000 ما خذها يا ودي هذيك مش شركه جديده هذه بايته تو سايق قديمه، التليفون تاخذ ب 500 يخرج يبيعها ب 600. هاودو له علاش عملت له التن مزيان كيما خليته كيما هو ما سمعت. اخويا حتى تهزوا له يقول لك مسروق. يا نقار والله عيب عليك. اش عملت زاده؟ تو هذه نتاع 50 انا. يا اخي مزمر ولد بلاد نطيش هو اخي لو هو يا رسول الله راه مستلفهم الفلوس. والله لا نطيش انا، نطيش عجاج. ايه انت غلت علي انا في بالي باش نعطيه 20000. 20 يا سيدي. شنو 20000. 20 باهي باهي معاك اه سيبو مناجل الناس طيبه ها سيبو مناجل هذا 50 لا و20 لا لا راجل شوف واش شادي سيبو مناجل شد معايا هاك انتو التن هذاك هذوما القبليات هذا ب 20 ها هاي 20 هاي 20 هاي 20 كيفاش قلت لي مال انت بلا حرام لا تصفوها وبالنسبه لي انا راجعكم كالعاده والله العظيم الا كلكم مود انشنها